You're watching the news on Bahrain Television. I'm Greg Deep. His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa visited today the Royal Artillery, where he was received by the BDF Commander-in-Chief Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al-Khalifa, the Chief of Staff and the Commander of the Royal Artillery. His Majesty the King exchanged greetings with senior officers. الملك المفدى القائد الأعلى سلام. After that, the national anthem was played. His Majesty the King then inspected the Guard of Honor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. The ceremony began with recitation of the Holy Quran. الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم. The Royal Artillery Commander then delivered a speech marking the occasion. He expressed appreciation for His Majesty's visit and affirmed that thanks to His Majesty's visit, the artillery was able to stand with the Saudi-led Arab coalition in Operations Decisive Storm and Restore Hope, which aimed to restore the legitimacy of Yemen. He prayed to Allah Almighty for the souls of the officers who sacrificed their lives while performing their national duty to rest in eternal peace. أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي حضرة صاحب الجلالة بعظيم الفخر والاعتزاز تتشرف المدفعية الملكية بتفضل جلالتكم بهذه الزيارة المباركة معاهدين الله تعالى على خالص ولائنا لجلالتكم ومعربين عن أجل آيات الشكر والعرفان على تفضلكم بهذا اللقاء الكريم على رجائكم فمنكم سيدي بعد الله تعالى نستمد القوة والعزيمة وبرعايتكم تتحقق لهذا السلاح الرفعة والتقدم سيدي حضرة صاحب الجلالة بفضل رؤية جلالتكم السديدة كان المدفعية الملكية الشرف بالوقوف مع الأشقاء ضمن قوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في عمليتي عاصفة الحزم وعادة الأمل دفاعاً عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق وستظل بعون الله تعالى على الدوام مسترشدين بتوجيهاتكم السديدة للبذل والتضحية داخل المملكة وخارجها وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يتقبل شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الواجب الوطني وأن ينصر الله المرابطين في ميدان العزة والكرامة ونسأل الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين ويؤيدكم بنصره ويسدد على طريق الخير خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتشرف الرائد راشد خميس الكعبي بإلقاء قصيدة بهذه المناسبة الله يا واحد Major Raed Al-Kaabi then recited a poem on the occasion. أسايلك بالحمد والأنفال تسوق سحب معصرات ثجوجها غدق ثقال ودقها همال دمية غرابها الخير ينتثر تروي الخباري والشعاب تسال تنصى ديار خابت القوم دونها بعزوم حكام ثنت الأهوال ترثت ملوك في سماها تعاقبوا لباسة اليوخ الحمر والشال ترثت ملوك في سماها تعاقبوا لباسة اليوخ الحمر والشال من عاد دقث السيف ومزارق الجنا وضرب السناجي تنقض اللفتال تجع الصغى منه غدا البين فالهم تشعم عدوها وتلطم العيال كم مسرجوا من خير الأقواع سابج ويا كم وكم اعتلوا بكوارهم شملال تهيدوا وشنت يلي ضدهم اخواننا الى محتمين التال تهيدوا وشنت يلي ضدهم اخواننا الى حربهم عنكال تهيدوا وشنت يلي ضدهم اخواننا الى مقصرت الاجال حتيش يا من عينه تخيل ملكهم بتموت عادك ما وطيت اليال والملك ما يوت الهداني ولا الضعيف يا شود صلف يرتجي الثقال ألا دوايل ما خف العرباسهم أكوانهم تدعي العدو يفال بركنهم يفرح ضعاف لا لفوا وبامانهم صم الرمك تيتال جيدومهم حمد نمى الجود والظفر ومن السطر يرزف بسيف شمال
ناقل صيف اللي رثع في عدوهم خضب برايب دمهم لازال. يتشرف المشاركون بقوة الواجب بالسلام وتسلم الأوسمة من لدن سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى. العقيد الركن الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة. His Majesty then honored a number of officers, non-commissioned officers, and members of the Royal Artillery for their courage in performing their duties. He expressed pride in all BDF members who are participating in Operation Restore Hope as part of the Saudi-led Arab coalition. His Majesty the King underlined constant keenness to upgrade all BDF weaponry and equip it with cutting-edge military technology in order to enhance their performance. His Majesty added that the BDF is a source of pride and hailed its members' cooperation with brotherly countries and their efforts to maintain peace and stability. He wished all Royal Artillery members success. العقيد الركن مسلم خليفة الظهراني. العقيد الركن نايف سعد الخشرم. العقيد الركن صالح خليفة السادة. مقدم ركن محمد يوسف المالكي. مقدم ركن سلطان محمد البعينين. مقدم ركن محمد حسن النعيمي. مقدم ركن صالح إبراهيم البلوشي. رائد ركن مبارك حمد العاثم. رائد ركن مصباح خالد الكعبي. رائد فيصل صفا مطر. رائد نور الدين زين السادة. رائد ناصر مايد ناصر. رائد فارس حمد الرويعي. رائد دعيج خليفة الدوسري. رائد محمد خميس الكعبي. رائد علي أحمد هلال. رائد إبراهيم خليل المهزع. رائد خالد عبد الله الكعبي. رائد حسن علي الرويعي. رائد عادل عيسى الرميحي. رائد عبد الله سالم بعلاي.
رائد علي فارس الرويعي. رائد علي محمد بن هندي. رائد جاسم عبد الجبار الذوادي. رائد خالد راشد الغتم. نقيب أحمد يوسف المناعي. نقيب حمد يوسف الكعبي. ملازم أول الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة. ملازم أول محمد صفا مطر. ملازم أول خالد أحمد الدوسري. ملازم أول حسين محمد الدوسري. ملازم أول صالح حمد النعيمي. ملازم أول فهد يعقوب الماس. الملحقين مقدم إياد راشد المناعي. مقدم علي يوسف البعينين. رائد سلمان دعيجل بن علي. رائد عيسى سعيد بن علي. رائد محمد عبد الله بن علي. رائد أسامة موسى النجيلي. نقيب عيسى حمد السليطي. نقيب أحمد عيسى النعيمي. نقيب عبد الله عقيل الحسن. رقيب أول محمد ناصر عبد الله. رقيب راشد إبراهيم علي. عريف عدنان عبد محمد. رقيب سامي أنور الليل. وكيل رائد محمد إبراهيم.
رقيب حمزة أحمد عبد الرحمن. وكيل خالد محمد فايز. وكيل نايف محمد عبد الله. رقيب أول فهد خليفة فهد. وكيل أول محمد حسن محمد. يتشرف قائد المدفعية الملكية العميد الركن الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة بتقديم هدية تذكارية بهذه المناسبة. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, received at Gdeibiya Palace today a number of senior state officials, affirming that the equality of all citizens and rights and responsibilities. His Royal Highness said that the government was exerting tremendous efforts to achieve the best interests of the people, but stressed that it will not accept any unlawful acts such as the incitement of terrorism and violence, nor calls for division and sectarianism. His Royal Highness stressed that the government has a right to ensure the security and stability of the country in the face of all attempts to harm civil peace. He highlighted Bahrain's legal and democratic achievements under the leadership of His Majesty the King. He warned against false reports that exploit international organizations to damage Bahrain or undermine its legal and democratic achievements. The Prime Minister asserted that the Bahraini accomplishments speak for themselves in spite of futile attempts to belittle them. He urged everyone to be steadfast in working to achieve the national interest, calling on civil society institutions to perform their role in defending the kingdom. He also warned that a suspicious cooperation and alliance are working against the interests of the Arab nation, making stronger joint coordination essential if Arab stability and security are to be maintained. The Housing Ministry has begun distributing of 1,000 housing units in the northern town to the beneficiaries as directed by His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. The northern town is one of the most important projects implemented by the ministry. The move, which is part of the Housing Ministry's efforts to address the housing issues and reduce the number of people on the housing waiting list, aims to reassure citizens that implementation of its housing plan is right on track in line with the directives of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa.